في سيطرات بغداد الخارجية إجراءات أمنية مشددة لتطبيق حظر التجوال ومحاسبة المخالفين، وفي السيطرات الداخلية الإجراءات نفسها، الفئات المستثناة فقط تؤكد القوات الأمنية هي من يسمح لها بالتجوال، وخلافها تتعرض للحجز والغرامة. تم العمل بموجب الحظر الوقائي الصحي خلال يومين السابقين، وحيث تم التعامل مع المواطنين بصورة جيدة وحسب الإجراءات من وزارة الصحة. يتم المرور للأشخاص المخولين فقط، ويتم حجز والتعامل مع المخالفين حسب الأوامر الصادرة من المراجع. مديرية المرور العامة تؤكد عدم تهاونها مع المخالفين وتسجيلها غرامات مالية حتى على المستثنين الذين لم يرتدوا الكمامة ولم يلتزموا بالإجراءات الصحية الوقائية. إجراءاتنا، الحالات، الاستثناءات، الحالات الإنسانية كلها تعبر. أي واحد يخرق القانون، يخرق بيان رقم 1 سنة 2021، هاي عندنا بالمرور أمر مدير عام، أي واحد يخالف الاستثناء يخرق الحظر نفرض عليه غرامة 100,000. وتتفق أغلب الجهات المعنية على نجاح خطة اللجنة العليا للصحة والسلامة في مواجهة خطر كورونا، على أمل الالتزام بتوجيهاتهم خلال الحظر الجزئي.